شكرا على هذه الفرصة السانحة. طبعا نحن بصدد تكريم فعل تكريمي قام من قامات الفكر الدستوري والفكر المغربي المعاصر. يتعلق الأمر بالدكتور بروفيسور سي محمد مالكي، وهذا التكريم هو تكريم مستحق لجملة من الاعتبارات. الاعتبار الأول هو أولا القيمة العلمية والقيمة الثقافية والقيمة التربوية اللي كيرمز لها المسار ديال السي محمد على مدى عقود في الجامعة المغربية. ثم الجانب الثاني هو البعد الإنساني في شخصية السي محمد مالكي، بحيث أن السي محمد مالكي من الشخصيات القليلة في المشهد الثقافي المغربي والعربي الذي لا تكاد تجد أو تستشعر أدنى فجوة بين مستوى عمقها ورصانة فكرها من جهة، وبين مستوى عمقها الإنساني والحسها الاجتماعي. إذن فنحن بصدد مناسبة لتكريم وللاعتراف والعرفان بالجهود الفكرية والجهود التربوية والجهود الثقافية الذي أسداها السي محمد مالكي، لا على مستوى بلده المغرب ولا على مستوى الوطن العربي بشكل عام. الأستاذ محمد مالكي، هذا يوم كبير أننا جينا باش نحضروا لهذا التكريم ديالو، لان الاستاذ محمد مالكي هو قام. حنا انا ما جيتش كما قلت في التصريح قبيله، ما جيتش باش نشهد له من الناحيه المهنيه او من الناحيه العلميه، هذه كيشهدوا له فيها القاسي قبل الداني، كيشهد له فيها القاسي قبل الداني. انا هنايا جيت باش نشهد الاستاذ محمد مالكي من الناحيه الانسانيه، لان الاستاذ محمد مالكي من الناس اللي كيتحلاو بواحد الاخلاق عاليه 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 بزاف. وانا اللي قلت اخلاق عاليه لانني عرفته عن قرب. الاستاذ محمد مالكي، انا جيت نسجل معاه الاطروحه ديالي في 2004، وكان قدم لي تسهيلات في انني نوجد الاطروحه ديالي. ما كانش كيحتاج انني نجي نحضر هنايا، الوجود ديالي ما كانش بالضروره. كما قال لي هو، قال لي خاصك ديري البحث العلمي ديالك، واخا فين ما كنتي تقدري ديريه. وداك الشيء علاش خدمنا عن بعد. وانا تعمدت انني نقول انني خدمت معاه عن بعد، لان حنايا في هذه الظرفيه هذه، واكثريه من بعد دابا من بعد هذا الوباء ديال كورونا، حنا كنهيئوا موارد بشريه على انها تخدم عن بعد، وباقي ما وصلناش نديروها. الوغ كو انا مع السي المالكي خدمنا بها من 2004، خدمنا بهذه الطريقة هذه، وهي وسيلة باش كتشجع الناس فين ما كانوا. يقدر المجال العلمي والبحث العلمي ما عندوش حدود، وماشي بالضرورة حضورك المكان اللي راك مسجل فيه باش غادي تقدر تدير البحث العلمي ديالك. هذه من الأمور اللي كانت تنبه لها الأستاذ محمد مالكي في ذاك الوقيتة، وهذا اللي كيخليه أصلا ذاك التواصل ديالو مع الباحثين. المهم أنا جد سعيد اليوم بهذا اللقاء اللي كتنظمو مؤسسة كيش بريس على رأسها السي الدكتور سي مصطفى غيلمان، اللي حنا يعني لمدة سنين وحنا كنتعاونوا في المجال الثقافي دار شريفة، واليوم أول مرة كنظمو مع السي مصطفى غيلمان صالون أدبي للاحتفاء بالعالم الكبير سيدي محمد المالكي. هادو أمور حنا كنعملوهم من أجل النهوض بالثقافة، وكنحاولوا نساهموا بقدر المستطاع باش نحيوا ثقافة الاعتراف بالناس اللي سداو خدمة جليلة لبلادهم بحال الدكتور المالكي. الدكتور المالكي أستاذ الأجيال، أسس من مؤسسين جامعة مراكش، الجامعة القضائية، مؤسسين لكلية الحقوق. طبعا الكليات الأولى التي بنيت في هذه المدينة بعد، لا بد أن أقول، بعد محو جامعة بن يوسف وتأسيس جامعة القضائية وإعادة الطابع الجامعي لمدينة مراكش. من الأوائل الذين اشتغلوا في هذه المؤسسة في كلية الحقوق كان الدكتور المالكي،
أستاذ المالكي إذن خلال هذا المسار كله خرج أجيال وخرج كفاءات. هذه الأجيال لم تكن مجرد حاملي شهادات، كانوا كفاءات وعلماء. الآن هم الذين يملؤون الساحة بعلومهم بإنتاجاتهم بكتاباتهم، بالإضافة إلى ما ركمه من إنتاجات علمية. ثم على الرغم من كونه أستاذ القانون الدستوري، ولكن كان يهتم بالحقل العمومي بصفة عامة وبالحقل السياسي وبالتحولات والحركات اليومية التي كانت تجري في الساحة وأنشطة الأحزاب، بحيث في الحقيقة تابعته وتابعني وتابع الحياة السياسية بصفة عامة ومتغيرات الحياة الحزبية والحياة الفكرية بصفة عامة، لأن الحياة الحزبية هي الحياة الفكرية وتحولات المغرب الثقافية العلمية. بذلك كان متعدد. ثم شخصيته شخصية الباحث منذ البداية، شخصية الباحث عن الحقيقة والباحث عن العلم والباحث عن المعرفة والراغب في إضافة شيء من المخبوءات. يبحث عادة عن كل ما يمكن أن يكون إضافة للعلم وإضافة للمعرفة وإضافة للحقيقة وإضافة للتاريخ. بذلك يستحق الكثير من التكريم والإكبار كأستاذ وكباحث وكعالم وكإنسان يشتغل بالحقل اليومي العمومي اليومي ويتابعه ويفعل يحاول أن يستنتج الخلاصات. في الحقيقة هو كان لم يريد أن يكون فاعلا أكثر من أن يكون صاحب مستنتج للخلاصات الكبرى، وبالفعل تابع الحقل العمومي بتفاعلاته المختلفة بكتابات وبدراسات وبإصدارات، وكان يستحق أعلى المراتب كعالم كبير. وأحييه بهذه المناسبة وأشكر شكر حار الأستاذ غلمان ومؤسسته كشبريس التي ساهمت، وأشكر أيضا صاحب هذا الفضاء الجميل الذي هيأ هذه المبادرة التكريمية لعالم كبير ولشخصية قدمت خدمات جليلة لبلادها. وشكرا لك أيضا لأنك تساهم في هذا المسار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.